انطلاق الحملة الوطنية لإعلاء قيمة العمل، ووزير الوظيفة العمومية يكشف عن أكثر من 2.5 مليون يوم عمل ضائع بسبب العطل المرضية. التعاون الاقتصادي التونسي الإيطالي وملف الهجرة وتطورات في ليبيا أبرز الملفات في لقاء وزيري الخارجية التونسي والإيطالي. نشطاء سوريون يتحدثون عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لحل أزمة سجن حماة وإنهاء إضراب نزلائه. نشرة الظهر للأخبار، مرحبا بكم. تم اليوم انطلاق مشروع إعلاء قيمة العمل في الإدارة العمومية وتقييم المواظبة ومردودية الأعوان العموميين. وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أعدت برنامجا على مرحلتين لتنفيذ هذا المشروع، إذ سيتم في مرحلة أولى تخصيص 10 أيام توعوية وتكوينية حول قيم العمل، ثم في مرحلة ثانية سيتم القيام بحملات مراقبة ميدانية لمعاينة حضور الأعوان بعدد من الإدارات. تسجل تونس سنوياً 2.7 مليون يوم عمل ضائع بسبب العطل المرضية الطويلة والقصيرة الأمد، وهو ما يساوي 4.5 من كتلة الأجور، أي ما يعادل 2% من ميزانية الدولة. أرقام تنضاف إلى أخرى من الغيابات غير المبررة تعكس تراجع قيمة العمل لدى الموظف التونسي. وبهدف إعادة الاعتبار لقيمة العمل صلب الإدارة وإرساء مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية في المساءلة وتوفير المعلومة، تم اليوم انطلاق مشروع إعلاء قيمة العمل في القطاع العمومي. اليوم دور الإدارة في مرافقة كل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مهم جدا، وبالتالي نحن انطلقنا في إصلاح يعني الإدارة، لكن إصلاح الإدارة موش عمل تقني ترتيبي قانوني إجرائي فقط، وإنما يصطدم بالسلوكيات، وبالتالي لابد أيضا من إصلاح ومن تحسين السلوكيات، وبالتالي من اجل هذا احنا انطلقنا في هذه يعني الحمله. فهم فيك تقول ياسر، فهمتني، وان شاء الله ان شاء الله هذه تعطيهم نقله نوعيه باش يخدموا على رواحهم، باش ينجوا، باش حد غير يطلب من ناحيه الانتاج ياخذها على قاعده. حملة وطنية ستتواصل على مدى شهرين للتقليص من ظاهرة الغيابات في الإدارة العمومية، وقد أعدت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد برنامجا على مرحلتين، إذ سيتم انطلاقا من اليوم إلى غاية 2 جولاي القادم تخصيص 10 أيام توعوية وتكوينية حول قيمة العمل، ثم في مرحلة ثانية سيتم القيام بحملات مراقبة ميدانية لمعاينة حضور الأعوان بعدد من الإدارات. سوف تقوم بها فرق رقابة تابعة إلى الهياكل الرقابية لوزارة الوظيفة العمومية، وهم مراقبون محلفون، سوف نقف على حقيقة معناها هذه الغيابات من خلال إجراء هذه العمليات الرقابية، وبعدها سوف تكون هناك متابعة من خلال يعني تقرير تأليفي ونشر يعني الغيابات ونشر نسب الغيابات الموجودة في كل هيكل عمومي وتحميل كل إنسان المسؤولية متاعه. أنا أعطيت في مداخلتي مثال كوريا الجنوبية اللي رئيستها في 2013 كان هدفها هو تخفيض العمل الأسبوع 52 ساعة، إن شاء الله أحنا في تونس نحتذي بهذا المثال. ووفق تصريحات وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، فإن الوزارة مقبلة على مراجعة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية لتكريس مبدأ الجدارة والشفافية وفقا لما ورد في الفصل 15 من الدستور. إذن وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم المساوي. سيد مساوي، مرحبا بك. إذن كما كنا نتابع، اليوم تم الإعلان عن انطلاق مشروع إعلاء قيمة العمل في الإدارة العمومية، لماذا اللجوء إلى مثل هذه المبادرات رغم وجود العديد من القوانين المنظمة للوظيفة العمومية؟ مع شكرا على الاستضافة. طبعا هو موضوع حارق جدا، الجمعية التونسية لمكافحة الفساد وقت اشتغلت عليه تقريبا في 2013 و2014 وصلنا لنتائج تقريبا هزت تونس و8 دقائق انتاج فعلي للموظف في اليوم. احنا تونس 500 ألف موظف تقريبا في 2010، الآن 718 ألف موظف بزيادة تقدر ب 218 ألف موظف في القطاع العام، تم ضخم في ظرف 5 سنوات منهم 61 ألف موظف في 2012 فقط. أمام هذا الحجم الكبير من الموظفين يعني ومردودية الموظف،
كان هناك معناها مسألة حركة وما زالت حركة لحد الساعة، خلت الوزارة دي تتحدث لماذا في هذا الوقت بالذات نتحرك في مسألة الغيابات ومسألة نعتقد الناس كل ولا يختلف فيها اثنين اللي الاقتصاد التونسي في تراجع كبير برشا ونسبة النمو لم تتجاوز 0.8%. واعتبار لذلك نعتبره أنه المحرك متاع الاقتصاد هو الموظف، هو الإدارة التونسية، وما دام هذا المحرك يعاني يعني عطب وغير قادر على الانتاج، ما دام الاقتصاد سيكون في تدهور مستمر. الغيابات هذه موجودة في تونس نتاج تقريبا إلى عدم تفعيل القوانين، عدم تفعيل خاصة القانون 112 المتعلق وينظم الوظيفة العمومية، وتم سلبه تقريبا من المحتوى متاعه ولم يعد له أي يعني جدية صح التعبير أو فاعلية في النفاذ متاعه. تتذكروا كلكم وقت تحركت الدراسة هذه وتحركت وقت في حكومة مهدي جمعة دو يتحثوا على شرط ميثاق خاص بالموظفين، قلنا لهم هذا ضحك على الذقون، ثم مسألة بد تكون فاعلية ونفاذ القوانين. وفوجئنا في 2014 مدونة سلوك خاصة بالموظف العمومي، وتقريبا في 70% من الفصول متاعها تدفع الموظف للإنتاج والحضور والالتزام بالعمل. سيد مساوي عذرا، يعني إحداث لجان من هذا النوع ومراقبة الحضور، هل ترى أن هذه الإجراءات يمكن أن تحد من هذه الأرقام المفزعة التي كنت تتحدث عنها والتي أوردنا القليل منها في التقرير؟ شوف، ثم تشخيص، لابد أن يكون هناك تشخيص حتى يكون ثم المعالجة، تكون معالجة معناها دقيقة وعندها نتائج فيما بعد. اللي تحط عليه تقرير بتاع السيد الوزير والمبادرة بتاع وزارة الحوكمة ومكافحة الفساد أنا أعتبره هي لاحقة. لماذا لاحقة؟ لأنه تم لم يقع تشخيص الأسباب الأولية لوجود الظاهرة في حد ذاتها، وجود ظاهرة الغيابات في حد ذاتها. ثم أنا هنقوله ثم أسباب تقريبا اختزلوها في 4 أو 5 أسباب أساسية. أولا هي نوعية المسؤول في الإدارة، مسؤول غير قادر على مواجهة الموظفين وغير قادر على تنفيذ القوانين، و73% من المسؤولين في الإدارة التونسية غير محرزين على شهادة علمية وغير محرزين على شهادة بكالوريا. هذه إحصائيات بتاع المعهد الوطني للإحصاء. اثنين، وقت تشوف ثم النوعية بتاع الموظفين هذوما غير قادرين على مواجهة الموظفين في الحضور وحتى مجرد استجواب. فكرة تعامل الإدارة مع ماذا؟ مع الاستجداء، ظاهرة الاستجداء، بربي ما عادش تجي مؤخر، بربي خلي مسؤول، بربي إجا أخدم خدمتك، بربي كذا، دون نفاذ الله. اثنين، ثلاثة تقريبا ثم في العالم كله وفي موجودة حتى في تونس بعض الإدارات تعمل بها، هي الحضور عن طريق المراقبة بالبصمة، ما نجمش حتى واحد يغيرها. لكن بصمة. سيد مساوي، هنا نتحدث عن الموظف الحاضر الغائب، يعني حضوره في المؤسسة صح. العمل لا تكفي هنا. احنا تحدثنا على الموظف الحاضر الغائب، كان موظف يجي يصحح ويمشي هوصل أولاده وهو كذا ولوج في القهاوي، نوجدوا تقريبا القهاوي المجاورة والمحاذية للمؤسسات العمومية، الموظفين متوجوش غادي لابد بتوجوا في القهوة، فهمني؟ هذاك هو المكان اللي تموا فيه كل في ساعات العمل. نعم. مسألة الرقابة وتكون ثم عملية تقنية، حتى لا سيد الوزير تقنية، نعم. رأي تقنية تكون لابد بتفعيلها من خلال البصمة وربطها بمعهد الوطني بسياني مركز الوطني للإعلامية اللي هو يشرف على منظومة التصرف الآلي في الأجور. وهنا تحط على حاجة، تحط على حاجة أساسية بالنسبة للتونسي، عض قلبي ولا تعض رغيفي. نعم، سنواصل الحديث سيد مساوي حول هذا الموضوع. إذن من المفارقات الصارخة أن تتراجع ثقافة العمل بعد ثورة قامت من أجل تحقيق العمل. المزيد في التقرير التالي. يشتكي عدد كبير من أرباب العمل والمسيرين من تفاقم ظاهرة الغيابات وضعف أداء العمل والموظفين في الإدارة التونسية. وتفيد أحدث دراسة أنجزتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن معدل الوقت الفعلي الذي يقضيه الموظف التونسي في العمل لا يتجاوز 8 دقائق، وهو معدل بعيد كل البعد عن المستويات العالمية. كما أكدت الدراسة ذاتها أن أيام العمل الفعلي في تونس سنويا لا يتجاوز 105 أيام من أصل 365 يوما.
أرقام معبرة عن مستوى تراجع قيمة العمل في السنوات الأخيرة، إذ تقول دراسة أمريكية إن 50% من الشعب التونسي لا يحبذ العمل، رقم قد يفسره ارتفاع نسبة التغيب الفعلي عن العمل الذي تضخم بنحو 60%. وخلصت دراسة الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إلى تلاشي ثقافة العمل في بلادنا، إذ أكدت الدراسة أن نسبة الموظفين الحاضرين بصفة قانونية في مراكز عملهم والمتغيبين ذهنيا تصل 80%، مما يفسر تراجع معدل الإنتاجية لدى العامل التونسي وتدني مستوى الخدمات المزداة للمواطن. وفي المقابل أكدت الدراسة أن الإدارة التونسية انتدبت في السنوات الأخيرة أعدادا كبيرة من الموظفين يفوق بكثير حاجياتها، وهي بالتالي تعاني من الاكتظاظ مما يعرقل أدائها ويشكل أحد الأسباب الرئيسية لعدم نجاعتها وعجزها على التحكم في موظفيها. ونواصل الحديث مع السيد إبراهيم المساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد. إذن سيد مساوي، بعد أن تابعنا ما جاء في التقرير من أرقام، ألا ترى أن عدم تطبيق القانون يبقى السبب الرئيسي لتفاقم هذه الظاهرة؟ أكيد أن الأداة الوحيدة لتفعيل النظام والحرية والعدالة والكرامة هو تطبيق القانون. القانون هو المظلة الوحيدة اللي باش نتعايشوا تحتها الناس الكل. الهشاشة موجودة بالنسبة للدولة، واللي ثم أحزاب سياسية بنت عليها الحملات الانتخابية متاعها على أساس إرجاع هيبة الدولة. إرجاع هيبة الدولة يكون من خلال نفاذ القوانين وتنفيذ القوانين. نحن تونس بلد يعني سن القوانين، بلد تقريبا أحصيته أنا أكثر من 394,000 فصل قانوني، تقريبا المجالات الكل وقع تغطيتها. لكن ليس المسألة مسألة وجود قوانين فقط، بل المسألة وهي نقطة الوهن ونقطة ضعف هو نفاذ القوانين. لو أن القانون 112 بالهانات الموجودة فيه يقع تطبيقه حرفيا، لو أن المسؤول في الإدارة التونسية يقوم بأداء الواجب متاعه مهما كان حجم أو المواجهين له، نحكو على طرف ثاني ربما الحديث معه لابد أن يكون شريك فعلي وهو طرف النقابي الذي ما أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. هنا مسألة هامة جدا، مسألة تهم اقتصاد متاع البلاد، تهم معناه وجودنا يعني في تونس، لابد تكون الناس كل طرف كل معنية بالمسألة. وصلت القانون والتقنيات لها. وصلت الفكرة سيد إبراهيم المساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد. التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج رئيس الحكومة لحبيب الصيد، وأفاد رئيس الحكومة أنه تناول في اللقاء مع رئيس الدولة الوضع العام في البلاد، وقدم له عرضا حول نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا وبرنامج الزيارة التي يؤديها إلى المملكة المغربية يومي 10 و11 من ماي 2016. إذن بدعوة من عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، يؤدي رئيس الحكومة لحبيب الصيد زيارة رسمية إلى المملكة المغربية غدا وبعد غد، وسيجري رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة وفق بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم محادثات ثنائية مع كبار المسؤولين في المملكة المغربية تناول سبل مزيد دعم التعاون الثنائي بين البلدين والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا ومواجهة الإرهاب إلى جانب تفعيل المسيرة المغاربية. قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني عقب لقاء جمعه بنظيره خميس الجهناوي، قال إن إيطاليا ملتزمة بدعم تونس في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية منها. يدخل لقاء وزير الخارجية خميس الجهناوي بنظيره الإيطالي باولو جنتيلوني في سياق دعم إيطاليا المتواصل لتونس في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين. السيد جنتيلوني يزورنا اليوم على رأس وفد اقتصادي هام كدليل إضافي لدعم إيطاليا للاقتصاد التونسي، خاصة دعم القطاع الخاص والحكومة الإيطالية لفرص الاستثمار في تونس. المساجو
الرسالة التي نريد إبلاغها من خلال زيارة إلى تونس مرفوقا بوفد يتألف من 150 رجل أعمال هو تأكيد على أهمية التبادل الاقتصادي بين البلدين الذي يصل حجمه إلى 5 مليارات في تونس. هناك أكثر من 700 شركة إيطالية مقيمة تشغل حوالي 70,000 شخص. أعتقد أنه من الضروري الاستثمار في قطاعات حيوية على غرار الفلاحة والطاقة والبنية التحتية. من جهته أكد وزير الخارجية الإيطالي التزام بلاده بدعم تونس في كافة المجالات وبخاصة في ملف الهجرة الذي تم بخصوصه إبرام اتفاق بين البلدين يقضي بتخفيض من عدد المهاجرين غير الشرعيين، مضيفا أن العمل جار مع دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء صندوق تمويل من خلاله يمكن حلحلة ملف الهجرة غير الشرعية. علينا أن نعمل سويا على خلق مواطن شغل في تونس وخاصة في صفوف الشباب. هذا هو السلاح الاستراتيجي الهام لمكافحة موجات الهجرة غير الشرعية. هذا ويذكر أن التقارير والدراسات تشير إلى أن قرابة 20,000 تونسي هاجروا خلال السنوات الخمس الماضية باتجاه أوروبا. التطورات في ليبيا كانت موضوع لقاء وزيري الخارجية الإيطالي والتونسي اليوم أيضا، فلقاء الدبلوماسيين كان مناسبة للتأكيد على الاتفاق بين البلدين على ضرورة مساندة حكومة الوفاق الوطني الليبية وتوفير كل إمكانات العمل لها، وفي انتظار المؤتمر الخاص بدعم الحكومة الليبية الجديدة المقرر في 16 من هذا الشهر في العاصمة النمساوية فيينا. أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية رفض أي تدخل عسكري في بلاده. 16 من هذا الشهر هو الموعد الذي أعلنه اليوم وزير الخارجية الإيطالي باولو جانتيلوني للمؤتمر الخاص بدعم الحكومة الليبية الجديدة، والذي من المنتظر أن يحضره إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وزراء خارجية دول المنطقة. جانتيلوني أكد عقب لقاء نظيره التونسي والذي تناول في جزء منه الملف الليبي سعي البلدين لدعم حكومة السراج، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا يتجه نحو الاستقرار وهو ما سينعكس إيجابا على كامل دول المنطقة. وكان رئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج قد دعا أمس كافة الدول العربية إلى مساندة حكومته والوقوف مع ليبيا لتخطي أزمتها، مؤكدا أمام مندوبي الدول العربية حاجة الليبيين لرفع التجميد عن أموال دولتهم في الخارج، ما يعني الدعوة لاستصدار قرار عربي في هذا الخصوص. السراج الذي رحب بدعم الجامعة العربية لحكومة الوفاق الليبية أكد رفضه أي تدخل عسكري في بلاده. نتطلع إلى دعمكم أيها الأشقاء لرفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى بلادي، فلا يعقل أن يؤيد المجتمع الدولي حرباً ضد الإرهاب ويمنع عنا التسلح. أما أمين عام الجامعة العربية فقد جدد نداءه لكل القيادات السياسية الليبية لنبذ الخلافات والانقسامات والعمل على توحيد مواقفهم وإعطاء أولوية قصوى لمصالح الشعب الليبي. والتوازيا مع المساعي السياسية الليبية والدولية للدفع نحو الاستقرار، أفادت مصادر عسكرية ليبية بأن الجيش الليبي بدأ منذ الأمس محاصرة قاعدة الجفرة جنوب سرت، حيث تتمركز فيها إحدى الجماعات الإرهابية الفارة من بنغازي، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن نشر التنظيمات الإرهابية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لاستعداداتهم لمواجهة العمليات العسكرية التي ستشنها القوات الليبية بين سرت ومصراتة. وفي تطورات الوضع في سوريا، تفيد التقارير الواردة من هناك بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء العصيان الذي ينفذه نحو 800 معتقل في سجن حماة المركزي. وفيما لم يصدر إلى حد الآن أي تأكيد حكومي رسمي بشأن هذا الاتفاق، أكد نشطاء وجماعات حقوقية أن الاتفاق تم في ساعة متأخرة من مساء أمس، وأن الماء والكهرباء أعيدت إلى سجن حماة، وأن إدارة السجن استأنفت أعمالها به. هذا ويطالب هؤلاء السجناء بالإفراج عن معتقلين سياسيين دون محاكمة.
أعلن في اليمن إعادة فتح مطار مدينة المكلا الساحلية الذي استعادته الحكومة وجنود من الإمارات في أفريل المنقضي، بعد أن سيطر عليه تنظيم القاعدة لمدة عام. من جهة أخرى، شدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على أهمية تقديم الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام التي تستضيفها دولة الكويت، تقديم تنازلات لبلوغ حل سلمي شامل ومتكامل للأزمة اليمنية. وأوضح ولد الشيخ أحمد أن العملية التفاوضية تستغرق وقتا لإنهاء أو تهدف إلى التوصل إلى اتفاق ملزم على جميع القضايا الخلافية. إلى أخبار الرياضة الآن، انتزع المنتخب التونسي للكرة الطائرة الشاطئية ورقة العبور لأولمبياد ريو دي جانيرو بعد الفوز على نظيره المغربي في المباراة النهائية للدورة الترشيحية التي اختتمت منافساتها أمس بشاطئ حمام الغزاز من ولاية نابل، ليفوز بالكأس القارية متقدما على كل من المغرب وسيراليوني وأنغولا. أخبارنا المتفرقة تحملنا إلى الصين. هناك 4 ساعات وبضع دقائق فقط توقف خلالها قلب أحد الصينيين قبل أن ينبض في صدر صيني آخر بعد زرعه فيها. إنجاز جديد تحققه الصين الرائدة في زراعة الأعضاء والمجال الطبي عموما بفضل إجراء جديد تبنته منذ يوم الجمعة الفارط. نجح فريق طبي صيني في زراعة قلب خلال وقت قياسي لم يتجاوز ساعة ونصف ساعة بعد أن كانت عملية إيصال القلب إلى المشفى حيث أجريت العملية تمت هي الأخرى في وقت قياسي رغم بعد المسافة بين مكان الانطلاق ومكان الوصول. والسر ليس في كفاءة الأطباء وغيره، وإنما الفضل يعود إلى الطريق الأخضر لنقل الأعضاء. القلب الذي وصل إلى منطقة ووهان بريف هوباي وسط الصين جاء من منطقة هانغزو التي تبعد 1000 كيلومتر، ووصل إلى المشفى خلال 4 ساعات و15 دقيقة بفضل الإجراء الأخضر الذي بدأت الصين في اعتماده، والذي يقوم على تأمين الطريق للفرق التي تنقل الأعضاء المعدة للزرع بكل وسائل السرعة الخاصة بالنقل والأمن وغيرها حتى يختصر الوقت ويتم ضمان أكبر فرص النجاعة والنجاح لعمليات منح حياة جديدة لمستحقها. ووفق مصادر طبية صينية، فإن القلب الذي يعود إلى شاب عمره 37 عاما وقع استخراجه 5 بعد ظهر أمس وأرسل إلى مطار هانغزو خلال 1.5 ساعة ليصل مطار ووهان 8 مساء و35 دقيقة، مختصرا بذلك رحلة 6 ساعات التي كان يتطلبها قطعه الطريق بين المنطقتين لولا اعتماد طريقة تأمين النقل السريعة. مصالح الصحة العمومية والشرطة والنقل الصينية جندت عبر ما وقع تسميته القناة الخضراء كل الوسائل اللازمة لتأمين عمليات نقل الأعضاء بشكل سريع وآمن بما يتيح وصولها العاجل وبالتالي عدم تعرضها للتلف. وفي حدث يقع كل 10 سنوات يعبر كوكب عطارد اليوم أمام الشمس، وجود الكوكبين على خط مستقيم مع الشمس يمكن من ملاحظة ظاهرة فلكية قد تكون أفضل الأماكن لمتابعتها شرق أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وإفريقيا. 7 ساعات ونصف تقريبا يستغرقها كوكب عطارد لدى عبوره اليوم أمام قرص الشمس، ظاهرة فلكية نادرة لا تحدث إلا 13 مرة في القرن، وفي إمكان هواة الظواهر الفلكية حول العالم مشاهدة كوكب عطارد على شكل نقطة سوداء صغيرة ضمن قرص الشمس العملاق يمر بين الشمس والأرض بسرعة 48 كيلومتر في الثانية. هذا الحدث الفريد سيتابعه جميع سكان الأرض عدا القاطنين في الجزء الجنوبي الشرقي لقارة آسيا واليابان. مرور كوكب عطارد أمام الشمس سيفقدها القليل من ضيائها خلال 10 دقائق، وفي هذه الفترة ستبدو الشمس أقل ضياء من العادة، وحالما ينتهي عبور الكوكب ستستعيد الشمس ضيائها. وظاهرة العبور أمام قرص الشمس تقتصر على كوكبي عطارد والزهرة، وتحدث العملية حينما يمر الكوكب بين الأرض والشمس، ويظهر الكوكب على شكل قرص صغير أسود كما سيتسنى لهواة الظواهر الفلكية رصد ذلك، ويختلف توقيت
متابعة الظاهرة النادرة من دولة إلى أخرى وفق موعد شروق الشمس فيه. وكالة نازا حذرت من محاولة مشاهدة الظاهرة بالعين المجردة بسبب اقتراب كوكب عطارد من الشمس، ونصحت بمتابعتها عبر المناظير الفلكية الخاصة لضمان سلامة العين من أشعة الشمس. وإلى مصر، حيث دعا خبراء آثار وأكاديميون من أنحاء العالم إلى إجراء المزيد من البحث والتحليل للتحقق من وجود غرف إضافية خلف مقبرة الملك توت عنخ آمون في وادي الملوك بالأقصر. وحسب علماء الآثار فإن المقبرة لم تكن للملك من البداية بل لشخصية أخرى، إلا أن الوفاة المفاجئة لتوت عنخ آمون في سن صغيرة قادته للدفن هناك. ويعتقد أن المقبرة كانت مخصصة للملكة نفرتيتي. بهذا نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق الحملة الوطنية لإعلاء قيمة العمل، ووزير الوظيفة العمومية يكشف أن أكثر من 2.5 مليون يوم عمل ضائع بسبب العطل المرضية. التعاون الاقتصادي التونسي الإيطالي وملف الهجرة والتطورات في ليبيا أبرز الملفات في لقاء وزيري الخارجية التونسي والإيطالي. نشطاء سوريون يتحدثون عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لحل أزمة سجن حماة وإنهاء إضراب نزلائه. شكرا جزيلا على المتابعة، إلى اللقاء.